رسالتي للطلاب عموما اعمل الحاجه اللي بتحبها طول عمرك، اعمل الحاجه اللي بتحبها، محدش يعمل حاجه ما بتحبهاش عشان يرضي حد تاني. اعملوا الحاجه اللي بتحبوها، حاول تطور نفسك بالعلم والمعرفه والتعلم المستمر والابتكار، مفيش حاجه غير كده ينجح بيها الانسان ولا احنا هننجح بيها في مصر. طبعا الطلبه مش في الحاله المزاجيه بتاعت انهم يقروا حاجه بعد عالي الثانويه العامه، انما بداوه مش يقروا بس يتفسحوا في بنك المعرفه في الصيف كده. اللينك بتاعه اسمه ekb.eg، لو يحبوا يدخلوا يشوفوا فيه احنا عاملين زي ما بنقول حاجات، يمكن لو دخلوا ينبسطوا بيها جدا، وكل يوم يبقى فيه جديد.